حاسس بإيه بالشباب؟ حلو، في كام حد ملفتين للنظر جدا جدا. بداية علاقتي بيك بيرسونلي كانت ليها علاقة بألبوم قصة شتاء، وقت ما أنت كنت تقريبا، أنت قلت لي مرة تقابلنا قلت لي أنا الألبوم بتاع قصة شتاء ده أنا مرتبط بيه، لأن أنا وأنا رايح أصور فيلم لا مؤاخذة صح كل يوم الصبح صح في أون تروح البنزينة صح وبدخل وبسمع صح. وانا كنت ساعتها عامل فكره كامبين اوت اوف ذا بوكس، رحت خدت اعلانات في البنزينه واشتريت الاوديو اللي جوه البنزينه، فبقت الناس اللي بتيجي الصبح كل يوم بتسمع صح. الالبوم. فانت صح. اول لما تقابلنا فاكرها جدا، احنا كنا بنروح البنزينه كانت عشان بصور الصبح بدري، فلازم انزل بيت الساعه 3 4 الفجر، مفيش حاجه فاتحه غير البنزينه انك تجيب منها سندوتش ولا بتاع، فكنت بروح اكل افطر في البنزينه واشرب قهوه والاغنيه دي شغاله، والاغنيه كانت بتاثر يعني اول مرتين تقريبا دمعت وانا بسمعها. مهند سوري وخروات فلسطيني تمام، وممكن فين دنيا؟ تعالى يا دنيا. ان هم الثلاثه جم اتكلموا معايا كذا مره في ان هم ازاي يطوروا اللكنه المصريه، ازاي تشتغلوا عليها، فحلو انك تديهم بس خطوط عريضه كده لما بتشتغل على لكنه تشتغل عليها ازاي. كنت عارفه ان اللهجه المصريه شويه عائق او مثلا هتكون شويه صعبه عليا، بس بحكم انه احنا مثلا بنتفرج مسلسلات مصريه او الميوزيكال المصريه احنا بنسمعها، فخلاص احنا متعودين، بس هي شويه صعبه في نقطه الارتجال او انه احنا نعمل حاجه اون سبوت. تعالوا نقولوا مره من غير ما تحاولوا تعملوا المصري عشان نشوف قبل، وبعد ما نتدرب عليه نشوف البعد. اكشن. ما تبس يلا واكله بحلقه، لم نفسك ده ممكن يحبسك، امسحها فينا يا عم. ده احنا كنا كل يوم نتصبح ونتمسى بخناقاتهم، ربنا يرحمها لو ميتة ويمسحها ويمسيها بالخير لو عايشة. ماما أشرف من عيلتك كلها وما سبتناش، هترجع وهتشوف. هاي خلاص تعالوا أنا هسيبكم بقى مع أستاذة إيمان تحاول تشتغل معاكم على اللهجة عشان نشوف المشهد ده في الآخر هنعرف نتطور فيه ولا لا. قول تاني. ما تبس يلا هو أكله بحلقة، لم نفسك ده ممكن يحبسك، امسحها فينا يا حمو. طيب إيه اللي غلط في الحتة دي؟ امسحها فينا يا حمو دي مصري؟ حاسس إنها مصري؟ لا. طيب ما تبس يلا ها؟ ما تبس يلا هو أكله بحلقة؟ هو أكله بحلقة، لم نفسك ده ممكن يحبسك، ده ممكن يحبسك، اتك على الكلام، لم نفسك ده ممكن يحبس. صحفي انا يا حم، صحفي انا يا حم. فانا من البدايه كنت عارف ان اللهجه راح تكون شويه مش عائق، هتكون تحدي بالنسبه لي ان انا اتعلمها بسرعه واتقنها بسرعه. لا انا يا حم، لا بص كمان مره، صحفي انا يا حم، صحفي انا يا حم. دايما تسمعها وانت قافل عينيك، لما تقفل عينيك هنا تقدر تفهم، كلنا هنفهم هو ده مصري ولا مش مصري، هيبان على طول. ها يا عم والله ده تلاقيه ارتاح، ده احنا كل يوم، ده احنا كنا كل يوم بنتصبح ونتمسى بخناقتهم، ربنا يرحمها لو ميتة ويمسيها بالخير لو عايشة. يا ترى فين أراضيها دلوقتي؟ احنا كنا كل يوم بنتسبح ونتمسى، بنتسبح ونتمسى، لا انت قلتها كده، نتسبح ونتمسى بخناقتهم. اوكي يا عم والله ده تلاقيه ارتاح، يلا يا عم والله ده تلاقيه ارتاح، ده احنا كنا كل يوم بنتصبح ونتمسى بخناقتهم. بص تك تك، بنتصبح ونتمسى، ما تاكلهاش. ايه ده احنا كنا كل يوم بنتصبح ونتمسى بخناقتهم، ربنا يرحمها لو ميتة، ربنا يرحمها لو ميتة ويمسيها بالخير لو عايشة، ويمسيها بالخير لو عايشة. يا ترى فين أراضيها دلوقتي؟ يا ترى فين أراضيها دلوقتي؟ عايشة فين ولا بتعمل ايه؟ عايشة فين ولا بتعمل ايه؟ تمام. الأستاذة إيمان كتير ساعدتنا، عطتنا مشهد مثل ما قال محمد، عطتنا مشهد وعطتنا ملاحظات معينة نشتغل عليها ونبني عليها لقدام بالنصوص الثانية يعني، وإن شاء الله خير يعني، هو تحدي أولا وأخيرا. يا مكفي يا لا. ماما أشرف من عيلتك كلها وما سبتناش، هترجع وهتشوف. الغلطة الوحيدة كلها كلها ماما أشرف من عيلتك كلها كلها ماما لا. أشرف من عيلتك كلها كلها كل أقول كلها لورا كلها ماما أشرف من عيلتك كلها وما بتسب... ما سبتناش وما سبتناش، هترجع وهتشوف. برافو عليك يا جماعة. يا ريتني إيه أستاذة إيمان يونس اليوم يعني حاولت تساعدنا في ده الموضوع، وهي يعني هي لاحظت إنه شوية التشالنج حيكون علينا أصعب من باقي المتسابقين اللي هم أصلاً مصريين، بس الحمد لله يعني it was good وجربنا معاها وفي تحسن كان.
الفقرة اللي جاية في التمرين هنعمل حاجة لذيذة قوي، هنعمل حاجة اسمها تيمبو. خلاص؟ ايه التيمبو ده؟ التيمبو ده اللي عامل زي الراب، اللي هو تمشي كلام على التيمبو. الفايدة هنا ان انا بفتح الجملة واقفلها بتون. هنقول لصلاح جاهين عزة الألتاوي، ياللي تحب الفن وغاوي خد تذكرتك وادخل شوف فرقة عزاد الألتاوي أستاذ الفن المعروف. فرقة عزاد الألتاوي أستاذ الفن المعروف. وحنعمل كاركتر وإحنا بنقول التيمبو ده. خلاص؟ الكاركتر إيه؟ واحد لوكل قوي، واحد شعبي. تيمبو بليز يا استاذ زيبد. 2 3 ادي التيمبو. 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4. ياللي تحب الفن وغاوي، خد تذكرتك وادخل شوف، فرقة عزة الألتاوي، أستاذ الفن المعروف، على كيفك روايات تراجيديا، تخرج تعصر في المناديل، وتاريخي وعصري وكوميديا، ومواعظ مالهمش مثيل، ياللي تحب الفن. اوكي ديفيد، ثانك يو. نبتدي بقى. ارجوكوا. عندي انطباع ان ايمان يونس طيبه قوي، يعني فحسيت انها هتبقى يعني بعد شويه في اليوم ادركت انها لا ممكن تبقى حازمه جدا معاهم، بس قصدي كنت عندي انطباع من اول ما شفتها من اول يوم كده انها طيبه قوي وهتخش تبقى لذيذه زياده مع الشباب. 2 3 4. ها، ياللي تحب الفن وغاوي خد تذكرتك وادخل شوف فرقه عزه الألتاوي استاذ في الفن المعروف. أستاذ الفن المعروف. على كيف؟ طب ايه اللي غلط هنا؟ منا مش مع التيمبو. 1 2 3 4. ياللي تحب الفن وغاوي خد تذكرتك وادخل شوف فرقة عزات الألتاوي أستاذ الفن المعروف. على كيفك روايات تراجيديا تخرج تعصر في المناديل، وتاريخي عصري وكوميديا، ومواعظ ملهمش مثيل. على كيفك روايات تراجيديا تخرج تعصر في المناديل، وتاريخي عصري وكوميديا، ومواعظ ملهمش مثيل. وأماني أماني وحب وبنات ترقصها ولهب. وأماني وحب وبنات ترقصها ولهب. ومناظر وحاجة جميلة ولمون بقرش الشاشوف. برافو. لا سقفوله. هي قالت واحد شعبي عشان من هنا. هو ده شعبي انت؟ شعبي شكل على خلاص ايه؟ ايه؟ من البلد. ايه؟ شكل على خلاص ايه؟ ما انا عايز اعرف. وبعدين كل شوية الورقة هتخش في عيني. الاكسرسايز ده طلع اون ذا سبوت كده، قلنا نجرب نخلي الناس تغني بكاركترز مختلفه. مويس عمله حلو جدا وكان بالنسبه لي شويه اكسبكتد. استاذ ايمن ما ايش في طلب ان انا وهشام نعمل الاكسرسايز ده عشان اوكي عشان عشان لما الناس هتشوفني يبقى عندهم شجاعه مفرطه بعد كده. انا طول عمري بحس ان صوتي وحش جدا وان انا مستحيل اعرف اغني او اعرف اتحكم حتى في صوتي، فلما طلعت كنت متوتر جدا بصراحه. يلا تكتك يلا تكتك بقى. يلا ديفيد اهي لقيت. يلا انا يلا
تك تك بقى تك تك تكاتيك واحسبها كويس خليك عارف ان حياتنا بسيطة وان الدنيا دي رسومات شيك. عمرو انت انت كنت مكبر المشكلة. اقسم بالله انا زيرو. اقسم بالله انا زيرو. اقسم بالله كل ما غني حد يزعلي. لا ما هو في حد من الشباب هنا كان متضايق. هو عمرو عنده عودة من الغنى فده تقريبا طلع في التدريب لانه كان مكسوف جدا وحتى لما نزل وشه كان احمر وبيعرق وبتاع. اشترك في باقات واتشت الشهرية ب 14 جنيه و99 قرش وباقات سنوية ب 149 جنيه و99 قرش.